ملف النزوح نتج عن أسباب واضحة جدا، وهي قصف روسي وحشي يستهدف المدنيين السوريين في حلب وريفها، كما استهدفهم في السابق في الساحل وفي حمص وحماة، والآن هم يقومون بعملية قصف تهدف إلى ترحيل وتهجير المدنيين والسوريين من أراضيهم، وربما إحلال مستوطنين غرباء عنهم في مراحل لاحقة. الأعداد كبيرة للغاية، العدد فعليا تجاوز الآن في الأيام الأخيرة 100,000 الذين يتواجدون على الحدود وفي الريف، الذين ينتظرون التقدم نحو الحدود. وروسيا تدرك أن الغارات الهائلة التي تتم على القرى والبلدات وعلى الأحياء في داخل مدينة حلب سوف تؤدي إلى هذه المشكلة. لدى مجلس الأمن قرار هو 2254، وينص بوضوح على الوقف الفوري لقصف المدنيين. نحن سنسأل الدول الأعضاء في مجلس الأمن عندما تنتهك دولة ذات عضوية دائمة هذا القرار، ما هو موقف مجلس الأمن؟ نحن لا نريد من مجلس الأمن أن يطلق مناشدات بشأن اللاجئين، ولا أن يطلق مناشدات بشأن الإغاثة فقط. عليه أن يتحدث وأن يتصرف فورا ضمن الزاوية السياسية، وأن يدرك أن عليه مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بوقف القصف الروسي ووقف هذا الإجرام الذي يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، سواء كانوا شهداء أو كانوا جرحى أو كانوا مهجرين. لكن أستاذ أحمد، يبدو بأن نقاش اليوم سينحصر حول الحد من معاناة اللاجئين. موضوع الملف السياسي سيرجع إلى ما بعد. تقولون بأنكم ستتجهون بدعوة لمجلس الأمن لمطالبتهم بتنفيذ القرار الملزم 2254. تتحدثون على إجراءات أو على محادثات جارية في هذه الأثناء؟ يعني أولا في الشق الإنساني هناك عدة قرارات صدرت عن المجلس تطالب بسواء فك الحصار أو تقديم المساعدات أو وقف المعاناة. وعلينا دائما أن نتذكر أن هناك أكثر من 8 ملايين سوري أرغموا على ترك مناطق سكناهم وبيوتهم في داخل سوريا. هؤلاء ليسوا ضمن عداد اللاجئين إلى الخارج، ومجلس الأمن لم يفعل لهم شيئا رغم القرارات التي بحوزته. لكن أيضا في الشق السياسي وهو جوهري، هناك مسؤولية كبيرة على الدول الأعضاء، وها يدركون جيدا أن القصف الكبير الذي قامت به روسيا في الآونة الأخيرة تسبب في وقف عملية التسوية السياسية في جنيف. وإذا كنا نريد أن تنطلق مرة أخرى عملية جنيف، فلا يمكن أن يتحقق ذلك دون أن نتحدث عن علاج جذري للأزمة من زاويتها السياسية، وعلاج أيضا جذري للأزمة من زاويتها الإنسانية. طيب أستاذ أحمد، في شأن ذات صلة كذلك، تركيا داعمة منذ بداية ثورة سوريا للمعارضة، اليوم تغلق أبوابها أمام آلاف اللاجئين. لديكم تفسير معين؟ يعني تركيا سبق أن قدمت كما معظم دول الجوار كل ما تستطيع من إمكانيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لكن هناك الآن مخطط لدفع أعداد هائلة من اللاجئين، وهناك أيضا يعني محاولة تستر من دول المجتمع الدولي لاعتبار أن القضية تنتهي عند حيث يتم استيطان أو توطين اللاجئين واستيعابهم. هذه النقطة نحن نريد أن يبقى هذا الملف أيضا ملفا ساخنا في زاويته السياسية، ونريد أن يتم تهدئته إنسانيا، يعني أن تتم المعالجة الإنسانية، ولكن نريد أن يعامل جذر المشكلة السياسي وهو التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا. الرسالة التي يجب أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى الولايات المتحدة وإلى الدول الأوروبية أن الأزمة ليست ناتجة عن أن هناك لاجئين لأسباب اقتصادية أو لأسباب معيشية يهربون من بلادهم، هناك عمليات إبادة وحشية تتم في سوريا تتسبب بإبعاد هؤلاء عن ديارهم، ولذلك ندعو دائما إلى النظر إلى أساس المشكلة وليس إلى ذيولها. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان.